القلوب والورود الحمراء التي تعبر عن الحب بمكنونه أو مضنونه، الذي يعترف بالحب بكل لغات العالم، هي السلعة البارزة اليوم بالأسواق العامة للعاصمة أنجمينا، حيث يبحث عنها كل طرف في علاقة حب لكي يهديها لجزئه الآخر كما يراه أو تراه هي، بمناسبة يوم الحب الاستثنائي بالنسبة لهم، لذا كل يريد تخليده على طريقته الخاصة. ومنذ حلول شهر فبراير والعشاق يستعدون للاحتفال بهذا اليوم والذي يصادف 14 من هذا الشهر، إلا أن نسبة الإقبال ضئيلة مقارنة بالأعوام السابقة وفقا للتجار. السنة ده دبي بريمي كان تو أملاش ناس جايوجو، لكن ما كتير وجايوجو. هسا كل قيام ويا براك كلو هناو دين أملاه. كان ما مش ناس يشتروا مشينا أنا أول السنة أنا إنه مختلف. في الوقت الذي يتوافد فيه العشاق إلى السوق لشراء هدايا عيد الحب، تستعد الأماكن الترفيهية والمطاعم لاستقبال الزبائن التي من المفترض أن تكون جزءا من قصة حب ناجحة أو فاشلة. كما يقول الشاعر: الحب شعر النفس إن هتفت به سكت الوجود ولا أطرق استعظامه.